بأيديهن الصغيرة التي تحلم ببكرة أحلى دائماً. يركب قطعة قطعة من هذا الحلم لينجزنا مع كل روبوت صغير خطوة جديدة في طريق زيادة معارفهن ضمن تحصيلهن في المشوار التعليمي. طبعاً مهم جداً كل ما منطلع على العلوم الحديثة، وإذا شاركنا بمسابقات عالمية هذا كمان بيفرجي العالم أنه سوريا رغم كل الضغوط اللي بتتعرض لها بعدها بتشارك العالم بإنجازاته الحديثة. فهذا شيء جديد مو علينا نحن بس، على العالم كله. وسوريا من المشاركين، أنا انبسطت من المشرفين على الفعالية أنه سوريا محققة كتير من الجوائز ومن أخذ مراتب أولى بهالفعالية. وأنا لاحظت أنه بدي أحكي عن بناتي اللي مشاركات كانوا متفاعلات جداً مع إن كان المدربين مشكورين وإن كان مع العمل بحد ذاته، ففي شيء من الإبداع واللعب. استفدنا على ناحيتين، ثبت وكرس المعلومات الموجودة بذهنه بذاكرته إنه طبقها أعطاها كمعلومة للروبوت يمشي عليها. وتاني شيء هو أحب وتثقف ثقافة جديدة هي ثقافة القرن 21، ثقافة الروبوتوكس. فهو صار قريب منا وصار يعني عنده ممكن أنه نتحفز ميوله للدخول في دراسة الهندسات التقنية أو المعلوماتية فيما بعد. مشوارهن في مجال تعلم الروبوتك جاء ضمن إطار الاتفاق المبرم بين نادي الروبوتك في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وصندوق الأمم المتحدة للسكان الخاص ببرنامج التعليم للجميع. كانت الدورة 30 ساعة، كان كل يومين بالأسبوع، كل جلسة كانت ساعتين. كان البنات كانوا كتير كتير مبسوطين فيها. بالنسبة لأهميتها هي كانوا يلمسوا العلوم اللي كانوا يتعلموها، إن كانت رياضيات ولا بعض من الفيزياء وشوية معلوماتية، ويتعلموا على البرمجة. فصار عندهم يعني معرفة عملية عن العلوم النظرية. لكل فريق قصة مع روبوت الخاصة. هو ليس مجرد قطعة تعلم عليها أساسيات في هذا المجال، بل هو دافع ومحفز للتعليم ولتوسيع المدارك. نعمل الروبوت يمشي على الخط، يتبع الخط عشان هلا عشان يتبع الخط. يلا شغلي مرة. استفدت منه كتير وأخذنا فكرة جديدة عنه وكان حلو كتير. هالدورة اللي تعلمنا فيها بالروبوت كتير استفدت وتعلمت وحبيت الروبوت كتير لأنه كان شيء كتير ممتع. وبعد ما دخلت الروبوت زادت معلوماتي بالرياضيات وبحب أني ضل بالروبوت لأنه شيء كتير ممتع وعلمنا شغلات كتيرة. أنا بحب الروبوت كتير وجيت لهون لحتى أتعلم كتير شغلات مفيدة عن الروبوت. وبالمقابل أنا تعلمت كتير شغلات حلوة وصرت بعرف ركب روبوت بسيط وأعرف مشي بعدة إنه طرائق. وتعرفنا إنها كانت شغلات كتير وحبينا الروبوت كتير وكانت الدورة كتير إنه مفيدة وحلوة. وتعلمنا إنه كيف نشتغل على الكمبيوتر وكيف منبرمج. مثلاً مثل هلا مثل ما نحن عاملين هون عاملين تبع خط الأسود، يعني مثل هي يعني أبسط شيء عنا. كتير شغلات حلوة على ما وحنا حبينا نوجيك إنه شيء سهل بسيط عن شغلنا. نحن كنا نحس إنه الرياضيات صعب علينا، هلا صرنا منحسه سهل من إنه من وراء الروبوت وكيف إنه كيف منبرمجه. وأكثر شيء تعلمنا إنه كيف نهندسه وركبنا. أول جلسة أخذنا إنه كيف نركب الروبوت وكان إلنا إنه تعلمنا كتير شغلات. وكان فضل الأستاذ محمد كمان هو اللي علمنا كتير شغلات. فرحة اختتمت بشهادات تقديرية حملتها كل فتاة وحملت معها شغف وأصرار على التقدم دائماً، رافعين رؤوسهن بعز منحه لهن الآباء ليكملوا طريق التفوق لبناء سوريا المعافاة. للإخبارية السورية من دمشق، سلمى عودة.